שלמם חון אבנגלי קדיש אדמורני שומשיך קרוזו תד מתי وضرب لهم يسوع مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله فإنها أصغر الحبوب كلها فإذا نمت صارت أكبر من جميع البقول ثم تصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتعشش في أغصانها وقال لهم يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله قاله يسوع للجموع بأمثال وبغير أمثال لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل أفتحوا فاي بالأمثال وأنطقوا بالخفيات من قبل إنشاء العالم. شحا لها من أي بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صباح الخير. Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء. سلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح يكون وياكم بهذا الصباح المبارك. اجتمعنا بهذا الصباح لكي ما نقدم هذه الذبيحة الإلهية من أجل جميع نياتنا، من أجل جميع النيات اللي موجودة في قلوبنا. نصلي بالخصوص من أجل إخوتنا وأخواتنا المرضى، وخصوصا المرضى بمرض كورونا فيروس. أكيد الأمراض المستعصية، المرضى بالكانسر، جميع الناس اللي محتاجين إلى صلواتنا. نصلي بالخصوص من أجل جميع الحزانة والناس اللي فقدوا أموات، ناس أعزاء لهم بهاي الفترة. صلي من أجلهم، من أجل عوائلهم بهذا الوقت. نصلي من أجل بناتنا وشبابنا، وخصوصا البعيدين عن الإيمان، بعيدين عن قلب يسوع الأقدس. نأخذ لحظات ونقدم النيات اللي موجودة في قلوبنا. يا رب اقبل صلاتنا. واحدة من أجمل الأمور اللي نأخذها من كلمة الله من الكتاب المقدس بأنه أي شيء تكلم بربنا ومخلصنا يسوع المسيح قبل 2000 سنة نأخذ اليوم نقدر نطبقه في حياتنا. يعني دا نشوف وراء 2000 سنة، وراء 2000 سنة ناس تتغير، أكو أمثال تتغير. منو من عندنا مرات يقعد ويا والدة والدته، ناس أكبر من عندنا بالعمر ويسولفوا لنا شغلات مرات يمكن ما لها علاقة بالواقع، مو؟ لكن كلمة الله هي حية البارحة واليوم وإلى الأبد، وتنطبق وانطبقت البارحة واليوم وإلى الأبد. كلمة الله هي كلمة الله، ما تغير ما تحرف، لكن تفسر تعاش في كل وقت، نأخذها في حياتنا نعيشها. المثل اللي يعطينا يا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح اليوم يدعونا بأنه نتأمل مثل حبة الخردل والخميرة. أمور صغيرة جدا، أمور صغيرة لكن فعالية مالتها هي دائما أكبر من حجمها. صغيرة لكن التفعيل مالتها هو أكبر من حجمه. اليوم نعيش في عالم الكل يقول الكل دا يسوي هالشكل، مو؟ كم جد من عندنا يشوف ناس يقول ليش دا يسوي هالشكل؟ إيه مو الكل دا يسوي هالشكل. فعل الخير دائما يبدي من إنسان واحد. فعل الخير والطيبة يبدي من إنسان واحد. مو لأنه الكل دي يسوي شغلة لازم هماني أتبعها. وين ضميري المسيحي؟
وين إيماني بكلمة الله؟ وين تبعيتي ليسوع المسيح؟ وين العماد اللي أخذته؟ وين كلمة الله اللي عشتها؟ وين التناول اللي أخذته في حياتي؟ شنو معنى اليوم إيماني بيسوع المسيح؟ مثل ما شفنا قبل كم يوم، واحدة من كنائسنا تعرضت إلى نوع من التخريب، مو؟ كنيسة القديس بطرس في سان دييغو، وكو ناس ممكن أخذوها على عاتقهم بأنه يكذبون ويحجون ويعلقون على هذا الأمر. زين، كل زين، لكن إذا إحنا اليوم نريد نشوف للناس اللي يكرهون المسيحيين، اللي يكرهون الكنائس، نريد نشوف لهم فد شيء. ما نريد نشوف لهم حكي، مالتنا الحكي هو سهل، كلنا نقدر نحكي، منهم من عندنا ما يقدر يحكي؟ وما شاء الله إحنا العراقيين نقدر نحكي، يعني شرق أوسطيين كلنا نقدر نحكي، الله مطينا قوة بالحكي. لكن الشيء اللي نريد نشوفه اليوم، نشوفه لذول الناس اللي يكرهونه، بأنه عمود أمشي ورا يسوع المسيح ما هو تقليد، عمود أمشي ورا يسوع المسيح ما هو فقط فد معتقد أني مؤمن به، عمود أمشي ورا يسوع المسيح ما هو فقط قضية سياسية أمشي وراها. تباعة يسوع المسيح هو قضية حياة. تباعة يسوع المسيح والحضور للكنيسة هو أمر حياتي، هو أمر يعاش في كل لحظة. فلازم شو نسوي؟ لازم أغير من حياتي، أغير من مبادئي، أغير من نظرتي، أغير من تفكيري، أغير من كل شيء ممكن يبعدني عن كلمة الله ويأخذني عن يسوع المسيح اللي هو شنو؟ الطريق والحق والحياة. فاليوم العمل الصغير قد ما كان صغير اللي نسويه راح دائما يكون تأثيره كبير في حياة المجتمع وفي حياة العالم. تصوروا هالشكل شيء، إذا إجا واحد يكرهنا وفي وجهنا ويقولنا أني أكرهك، شنو تأثير مالتنا لما نقول له تكرهني، تحكي علي، تأذيني، لكن أني أبقى أسامحك وأغفر لك وأصلي لك؟ تعرفون أكو تأثير أكثر على هذا الإنسان بأنه يغير من حياته بدل ما يكون كل فعل بردة فعل. طبعا مو منطقي هو، لأنه منطق الإنسان هو شنو؟ كل فعل بردة فعل، إذا كرهني أكرهه، اللي ما يعزمني ما أعزمه، هنمشي به على طول. لكن ويا يسوع المسيح هو دائما يختلف، ويا يسوع المسيح هي قضية حياة. فاليوم احنا مدعوين اخوتي واخواتي الاعزاء، نعم بأنه ندافع عن ايماننا، ندافع عن كنائسنا، لكن اول شيء لا فقط بكلامنا لكن باعمالنا، لكي يعرفكم الناس عندما تحبون واحد الاخر. هالشكل معروفين احنا كتلاميذ يسوع. بهذا القداس الإلهي نصلي من أجل جميع النيات المقدمة، وخصوصا جميع النيات المقدمة في هذا القداس. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.